مساء الخير والجمال عليكم. الفيديو ده باختصار كده ومن الاخر كده، قبل ما نبدأ ممكن تدخلوا وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس. الفيديو ده باختصار جدا عن الترند اللي طالع بتاع دلعي جوزك. طبعا انتوا عارفين ايه الموضوع واكيد سمعتوا وقريتوا كلام كتير عنه. طيب انا بس ليا اعتراض واحد بس، 1% بس، ان احنا قبل ما نتكلم عن ان انا تدلعي جوزك، طب ما تتكلمي عن دلع مراتك، او زي ما بتقولي دلع دلعي جوزك، قولي له دلع مراتك. دلع مراتك اللي هي طالع عينها في المدارس، وطالع عينها في المذاكره، وطالع عينها في التمارين بتاعت الولاد، وطالع عينها في البيت، وبتعمل اكل، وبتروح شغل، بترجع من الشغل تقف في المطبخ تعمل غدا، وبعد ما بتخلص بتقعد تذاكر الولاد، وممكن تنزل توديهم التمرين وترجع، وممكن تعمل حاجات كتير قوي، وما بتسمعش كلمه حلوه، وما بيتقالهاش كتر خيرك، وبتشوف كتير قوي قوي. على فكره الست هي اللي ربنا خلقها عشان تتدلع. الست هي اللي ربنا امر الراجل ان هو ياخد باله منها ووصى عليها. الست هي المخلوق اللي محتاج يتراضى اكتر. الست هي المخلوق الضعيف. الست هي اللي ربنا ما كلفهاش بحاجه، لا كلفها في مسؤوليه، ولا كلفها انها تعمل حاجه فوق طاقتها، ولا كلفها باي حاجه. الست بتعمل كل ده تطوعا منها ومسانده للراجل. ربنا خلاها تسنده بتطوع منها مش اجبار خالص. الناس فاهمه غلط، الناس فاهمه ان الست مفروض عليها تعمل الحاجات دي خالص. الست يا جماعه ربنا خلقها علشان تبقى ست للراجل وبس. ربنا خلقها علشان تبقى تحقق ذاتها وكل حاجه، لكن مش عشان تتبهدل وتتهان وتطلع عينها. هي ما خلفتش العيال دي لوحدهم، هي مش مجبره انها تروح تودي تمارين، ولا تودي مدارس، ولا تقف في مطبخ تعمل اكل، ولا تروح تشوف شغلها، ولا ترجع من شغلها تقعد تذاكر العيال، ولا مجبره على كده، ولا حد كلفها بكده، ولا مجبره تصرف على بيت. برضه ستات كتير جدا بيشتغلوا عشان يساعدوا ازواجهم في البيت ويصرفوا على البيت، وفي الاخر بيبقى ده فرض عليها انها تعمله مش تطوعا منها. يا ريت قبل ما تقولوا دلعي جوزك روحوا شوفوا الستات دي بيتعمل فيها ايه. ستات بتطلع عينها وبتدفح الدم علشان تفضل فاتحه البيت، وعلى فكره لا بتسمع كلمه كويسه، ولا بتدلع، ولا بتقول لها كتر خيرك، ولا بيتقال لها تسلم ايدك، ولا بيتقال لها انت تعبانه، لا بتاخد الزباله وهي نازله، ولا وبتعمل كل حاجه. الست المصريه بتعمل كل حاجه، الست المصريه طالع عينها. فقبل ما نقول دلعي جوزك، قولي له طبطب على مراتك، قولي له سمع مراتك كلمه كويسه، قولي له ادخل من بره جايب لها حاجه حلوه ليها هي بس مش للبيت، قولي له معلش لما تلاقيها متعصبه ومتضايقه ومخنوقه من ضغط الولاد وشغلها اللي شايفاه، وقفه المطبخ اللي هي فيها دي، طبطب عليها وقول لها كلمه كويسه، وقول لها ربنا يقويكي، اقف ساعدها. محدش قال لك ادخل المطبخ، لكن اعمل معاها حاجه، طبطب عليها، اسندها. احنا مش بنتكلم دلوقتي على الست اللي قاعده في البيت المتهدنه اللي ما بتنزلش تجيب كيس سكر من الشارع، تجيلها كل حاجه لحد بيتها وقاعده، وكتر خيره الراجل ده. والراجل ده لازم يتهنن ويتدلع. الراجل اللي مسدد مراته وهو بيشتغل وطالع عينه علشان يصرف على بيته وعلى اولاده، وبيودي تمارين وبيودي مدارس وبيعمل كل حاجه، ومستت مراته مخليها هانم في البيت كده وقاعده ما بتعملش اي حاجه، ده المفروض يتشال فوق الراس ويتعمل له تمثال ويتدلع ويتهنن جدا. لكن ما تطلبيش من ست ابدا طالع عينها وفي شغل وبتروح وبتيجي، بتودي تمارين وتودي مدرسه وبتقعد تشوف مذاكره وبتودي دروس وبتطلع عينها، وفي الاخر تطلبي منها انها تدلع جوزها. هي محتاجه اللي تدلعها الاول، محتاجه اللي تقلها كلمه حلوه الاول، محتاجه اللي تطبطب عليها الاول.